فلا يكفي في معرفة المواريث عن طريق الحاسب الآلي الذي سهل على الناس معرفة ذلك واختصر لهم الوقت. ما شاء الله، يعني نحول العلم إلى الأدوات والمكاين. من يشغل الحاسب الآلي؟ الحاسب الآلي أداة، ما يشغله إلا عالم، اللي ما هو بعالم ما يستطيع يشغل الحاسب الآلي في المواريث. الحاسب الآلي أداة بيد العالم، أما اللي ما عنده علم ما ينفع الحاسب الآلي، ربما يخزن فيه غلطا وأخطاء. ثم إن الاعتماد على هذه الحاسبات والآليات والكمبيوترات هذه بلدت الأفكار، ترف، هذه ترف فكري، بلدت الأفكار، صاروا الناس ما يعرفون إلا بواسطة الآلة. من أول ما فيها آلة ويحسبون أسرع شيء بالحساب، معرفة المواريث يحسبون، حتى ما كانوا يحسبون بالقلم، يحسبون بفكره وبأصابعه، بلحظة يطلع لك المسألة، لأنه يعني يعتمد على ذاكرته وعلى فكره، تفتق الفكر والذهن، وهذا هو المطلوب. أما أنك تقتصر على الآلة ولا يكون في فكرك علم ولا معرفة، فهذا من الضياع. نعم.